السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد. درسنا اليوم إن شاء الله عن حكاية زخرفة رقم 8 أو شبكة العنكبوت. طبعا هذا الشكل حيكون مختلف بالطريقة وحتى بالرسم عن طرق سابقة. هنبدأ إن شاء الله، بسم الله، ملف جديد. على سبيل المثال عندنا قطعة خشب، المقاس المعتاد 40، وسط من طرف الخط، بس على سبيل المثال الدائرة مقاسها نقول 10، الوسط مرسم الخط المستقيم، خلي بارز للخارج، راند لوك كان كوبي روتيت على سبيل المثال طبعا الدائري اختار النقطة. طبعا عندنا الجهات بدنا اياها 360، عندنا مثلا خلينا نقول 24 مثلا على سبيل المثال، 24 بمعنى 24 الزوايا بتخرج من عندنا. طبعا بنطلع بنرسم الخطوط الدائرية الخارجية، اوفست اللي على سبيل المثال 10 سنتي 10 سنتي، طبعا نطلع بعشرة خارجية. السبب ان القطعة لما بتدخل بطريقة الفي دي كيرفينج اللي بنحكي عليه فيها ان شاء الله تعالى، بتعطينا تدرج داخلي، فمن الخارج اذا حبينا نكمل اي تكملة او اي رسمة هيعطينا من الداخل، نحن ما بدنا هذا الموديل من الداخل ما من الخارج. على سبيل المثال 10 ملي خارجيا، طبعا فريم الخطوط الداخلية، هذا يكون عندنا الفراغ، وعلى شكلنا صار بهذا الشكل. عندنا طريقة كتير بسيطة مفروض تتفاعل معنا بطريقة الفي بي كيربنج، لازم يكون أو المفروض يكون خطوط أو مستطيلات مغلقة. يعني بهذا الشكل هذا مستحيل يكون معنا خطوط مغلقة، فبنضطر طريق اوفست امر اوفست، مثلا خلينا نقول 0
5 وهي حتكون معنا انه بزيم التقاء الخطوط. صار معنا الشكل بالشكل هذا. ونحن أعطيناه دقة تقريبا 1 دزيم. والسبب السبب التقاء الزوايا، أعطينا زاوية حادة بين كل مستطيل ومستطيل ما يبين أو يفرق معنا بأي شكل من الأشكال. نبدأ بالخارج بالقص الخارجي، نساوي مستطيل لأنه هذا الموضوع مش الداخل ما في مشكلة، بس بالخارج نكمل بعضها معنا. زين، بعدين الشكل هذا، وبعدين نلحق الخطوط يصير معنا الشكل كامل. هنضطر نوقف التسجيل، نرجع إن شاء الله بعد التسجيل بإذن الله تعالى. قضينا وقصينا الأماكن، نبدأ بعملية التلحيم للخطوط. شكلنا صار بهذا الشكل. طبعا نبدأ بعملية الحفر اللي هي بعملية البي بي كيرفينج. طبعا ال 2D تول باث في خيار اسمه البي بي كيرفينج، نفتحه. الريشة اللي ممكن نبدأ فيها هي البول نوز. البول نوز مثلا خلينا نقول 10 أو 12 ملي، ممكن إذا في ريشة 12 مشان نجيب الزوايا مثلا، أو حتى ريشة أكبر. بس خلينا نقول نحن الحين في الوقت مثلا 12، خلينا نقول 1 مشان تكون نظيفة. ايش معنا الماكسيموم؟ 6 ملي. العرض 1 سنتي. ستار ديبث لا، معنا مثلا نقول 6 ملي لأنه ريشة صغيرة. 6 ملي، خلينا نقول 5. اوبتمايز، خلينا نقول بوتوم من الأسفل للأعلى. قطعة الخشب نقول 18، تربل 2، سلكشن أظن في عندنا خط مسكر. الخط الخارجي، القص الخارجي سبب بروفايلينج 18، ريشة 5 ملي، 18،
نرجع لكم بعد ما تخلص عملية السيميوليشن ونعدلها لكم شكلها بهذا الشكل. هذا شكلنا لليوم، إن شاء الله يكون قدمنا شيء كويس شيء مفيد. يا ريت اللي يحب يجرب أو يحب مثلا يتبع طريقتنا أو يحب مثلا يدخل بالتصميم واجه أي مشكلة، نحن جاهزين إن شاء الله بإذن الله تعالى، يراسلنا إن شاء الله جاهزين لأي مساعدة يحبها. إن شاء الله يكون يعني قدمنا شيء ممكن الناس تستفيد، أو فكرة جديدة أو فكرة ممكن الناس تحاول تستغلها بأبواب وفيهات أو مثلا بمداخل أو حتى بمرايا. إن شاء الله بإذن الله تعالى نلتقي في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.